اهلا وسهلا بحضراتكم في اول حلقه من حلقات برنامجكم طبيب الاسنان والاذهان. طبيب الاسنان والاذهان هو برنامج طبي تنموي شبابي وطني من المقام الاول، هنهدف فيه لاستضافه اقوى الشخصيات في كل المجالات، سعيا منا لايجاد افضل الافكار لصناعه افضل المصائر لحضراتكم. يسال سائل: ما علاقه الافكار بالمصائر؟ يكون الجواب: راقب افكارك لانها تتحول الى كلمات، وراقب كلماتك لأنها تتحول إلى أفعال، وراقب أفعالك لأنها تحدد عاداتك، وراقب عاداتك لأنها تصنع مصيرك. وفي رواية أخرى: ازرع فكرة تحصد كلمة، ازرع كلمة تحصد فعلا، ازرع فعلا تحدد عادة، ازرع عادة تصنع مصيرك. حلقة النهاردة إن شاء الله هتكون عبارة عن فقرتين. الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن العلاقات الشخصية وإيه المشاكل اللي بتواجهنا اللي بتخلي علاقاتنا الشخصية مع الناس في البيئة المحيطة حوالينا مش بتتم بشكل علمي أو بشكل صحيح. الفقرة التانية هيكون معانا المنشد الديني أحمد عرفة، هيكلمنا عن موهبته في الإنشاد الديني، وهيكلمنا عن إزاي بدأ وإيه التطورات اللي مر بيها. ولكن اسمحوا لي في البداية أرحب بضيف الفقرة الأولى، المدرب حسام الدين مصطفى، المدير التنفيذي لأكاديمية توليب للتدريب والاستشارات. نورتني. أهلا بيك دكتور. إيه أخبار حضرتك؟ الحمد لله في نعمة الله. العلاقات الإنسانية لو في حد هيبدأ يفتكر إنه في مفر منها فللأسف هو مخطئ، لأن إحنا من أول ما نصحى من النوم على السرير بنتعامل وبنعمل إقامة علاقة شخصية مع الناس الموجودة معانا في البيت. بالظبط. بنطلع بره نتوسع شوية الشارع بتاعنا، بنعمل علاقة مع جيراننا، نركب مواصلات، بنروح شغلنا، بنروح الكلية بتاعتنا، بنروح الجامعة بتاعتنا. إذن أمر إقامة العلاقات الشخصية هو أمر حتمي لا مفر منه. بالظبط. ولكن في مقولة أنا مؤمن بيها بتقول إيه؟ العلاقات المحددة بمعيار دائما ما تكون أرقى العلاقات. إلى أي مدى توافق أو تعارض ولماذا؟ طب. جميل جدا. في حاجة عندنا اسمها الوعي، الوعي المعياري الأخلاقي، ودوت اللي اكتسبناه من خلال برمجتنا، ده بيكون السبب إن احنا نحكم على كل حاجة في حياتنا، هي اللي بتخلينا نقبل أو نرفض أي حاجة بتبقى ما بيننا وما بين أي شخص. دي اختلفت من شخص لشخص تاني، فالتربية عليها دور كبير جدا في الموضوع ده. فاللي انا هتعلمه صح ممكن غيري يكون اتعلمه على انه غلط. عشان كده اكبر مشكله بتقابلنا في موضوع التربيه ان الشخص يكون اتربى على فكره الصح والغلط. الصح والغلط نسبي، ممكن يكون في مجتمع صح وممكن يكون في مجتمع تاني غلط، وده بنشوفه في المجتمعات الغربيه او المجتمعات العربيه، بتبص تلاقي لا في اختلاف جامد جدا. فهنا بقى فكره الوعي، ان انا يكون عندي وعي بالحضاره بتاعتي او بالثقافه بتاعتي او بالتربيه بتاعتي، كل دوت هيفرق معايا. فلو انا تعرضت لحضاره تانية، المفروض ان انا بخلي بالي من ثقافتهم، الناس ديت بتتعامل ازاي. بالتالي برضو نفس الحكايه عندنا هنا في مصر، ممكن اكون في بلد او في ريف، وفي فرق بين الريف والحضر، فالمعايير مختلفة ما بين هنا وهنا، اختلاف للثقافات والمعتقدات. بالظبط. فدوت لازم الشخص يعي ان الاختلاف ده وارد جدا، وده هياخدنا لفكرة تانية يمكن صعب قوي ان احنا نلتزم بيها، فكرة الاختلاف. الاختلاف ده ربنا خلقه حاجة من سنن الحياة وسنن كونية. فانا تخيل لو كل الناس كانوا شبه بعض، او تخيل ان كل الاشجار كانت شبه بعض، كل البيئة اللي حوالينا شبه بعض، هل يا ترى كان هيبقى فيه شكل جمالي للحياة؟ إذن ربنا خلق الاختلاف ده، دي سنة كونية علشان يحسسنا بقيمة وجمال الحاجة من حوالينا. كذلك إحنا كبشر إحنا مختلفين علشان نكمل بعض، مش مختلفين علشان كل واحد يحصل ما بينه وما بين التاني مشكلة. في الاختلاف حياة، صح كده؟ بالظبط. آه ده أساسي. طيب، دايما واحد يقول لك تعرف فلان أعرف فلان، لا إحنا كنا، ونحط كلمة كنا دي بين قوسين، أفضل اتنين. بالزبط. كنا أفضل أصحاب. بالزبط. ودلوقتي مفيش حد يعرف عن التاني حاجة. إيه الفرق؟ يعني إيه اللي خلى العلاقة، عدم استقامة العلاقات في الحتة دي، إيه السبب؟ دوت برضو يعني ليه كذا شق. أولهم إن أنا ببقى دايما مهتم باحتياجاتي أنا، ومش واخد بالي من احتياجات الآخر. صحيح. فكل شخص فينا ليه احتياجاته، وبما إن كل شخص فينا ليه احتياجات، إذا كل واحد هتبقى ليه دوافع مختلفة عن التاني. فده هياخدنا لمرحلة تانية، ومرحلة اسمها الحدود. الحدود النفسية دي من أهم الحاجات اللي مهمة أوي في العلاقات.
في اي علاقه، ولما نقول علاقات احنا بنقصد بيها كل العلاقات، ما نقصدش شكل معين من العلاقات. فلو انا قلت في اي علاقه في مثلا ما فيش احترام ما بيني وما بين الطرف الثاني في العلاقه، اذا هنا العلاقه لازم تفشل فيما بعد. لو انا قلت ان العلاقه في اتجاه واحد وما تبقاش في زي ما يبقى في حب في اهتمام مقابله، اذا العلاقه لازم تفشل. لو ما فيش تفاعل ما بيني وما بين الطرف الاخر العلاقه هتفشل. في حدود نفسيه كتير قوي، ويمكن برضو دوت يمكن عشان برضو ثقافتنا مش متعودين على الحته ديت، ويمكن كمان في الريف والحضر فكره ان احط حدود ما بيني وما بين الشخص، ما بيني وما بين قريبي، ما بيني وما بين صديقي، دي صعبه شويه، فيها حساسيه شويه. فيها حساسيه شويه، وده بيعمل مشاكل كتيره. وده قابلنا في محاضرات لما كنا بندي حاجه في الصعيد او كده، بيشوفوا مثلا عيب ان انا اقول لحد ما تتصلش بيا الساعه 12 بالليل، او عيب لما اقول لضيف ما تجيليش على غفله. هو دي ده مش عيب ولا حاجه، بالعكس يمكن لما اقول للناس لا ده دي من اهم الحاجات اللي بتحط حدود. انا لما اقول لك لا مش معناها ان انا مش عايزك تبقى تجيلي، لا انا عاوزك تجيلي في الوقت اللي هقدر استقبلك فيه واللي ما يعمليش مشكله انا، وده مهم جدا. لا ضرر ولا ضرار. بالظبط. طيب عايز اعرف مع اختلاف المعتقدات اختلاف الرواسخ والحاجات الثابته، هل في اثر للمعتقدات القديمه بتاعتنا وثقافتنا المختلفه، هل في اثر للتربيه في اقامه العلاقات؟ طبعا جدا. بص، في حاجه اسمها مواقع الادراك. مواقع الادراك ديت هم ثلاث انواع من مواقع الادراك. في موقع اسمه موقع الذات، وهنا الشخص بيبقى بيحكم الموقف، الموقع ده بيكون لا شعوري، وبيبقى الشخص هنا في الوقت دوت ما بيهموش الا نفسه بس، ايه هي ازاي يحصل على الغرائز بتاعته، ازاي يحصل على احتياجاته، الكلام ده كله. الموقع الثاني اسمه موقع الاخر. في الموقع دوت بيبقى شعوري، انا عارف ان انا بعمل غلط، يعني انا ببدي اخويا عن نفسي، ببدي صاحبي عن نفسي، انا عارف ومتاكد ان ده غلط بس انا ما اقدرش ما اعملش كده. طب هو هيروح لمين؟ ما انا اقرب حد ليه. الموقع الثالث اسمه موقع المراقب، اللي هو بالظبط كان احنا الاثنين في مشكله، وحاجه محطوطه قدامنا، صوره محطوطه قدامنا، وكل واحد بيحكم على الصوره ديت بناء على وجهه نظره او زاويه الرؤيه بتاعته. فيجي شخص واقف في مكان مظبوط في زاويه رؤيه مظبوطه ويقول لنا يا جماعه انتوا الاثنين صح او انتوا الاثنين غلط، ولكن زاويه الرؤيه بتاعتكم هي اللي فيها مشكله، عليكم انكم تبدلوا الادوار علشان كل واحد فيكم يشوف من الموقع الصح. اذا هنا الموقع دوت هو اللي قدر يحكم كويس. الناس بقى اغلب الوقت يا اما عايشين في موقع الذات ويهمهم احتياجاتهم والغرائز بتاعتهم، او موقع الاخر بيدي بس، فده بيعملوا مشكله. لو انا عايش في موقع الاخر هفضل ادي هدي هدي لغايه ما هيجي لي يوم هحس بالمشكله اللي بيها مش هقدر ادي بعد كده. وموقع الذات برضه نفس المشكله، انا متعود ان انا اخد مش متعود ان انا ادي، فباي اماره انت بتطلب مني ان انا اديك، اذا برضه ده هيعمل مشكله ما بيني وما بينك. فالادراك حاجه مهمه جدا قوي. المهم لازم تعرف انت واقف فين بالظبط، لازم تعرف ايه هي احتياجاتك، ايه احتياجات الاخر، علشان ما يبقاش فيه مشكله في العلاقه بتاعتكم. يعني نكون في مرحله وسط بين احتياجاتنا وبين الواجبات اللي احنا المفروض نعملها او نأديها للطرف الاخر. بالظبط. طيب الوقت دايما بيسرقنا، الوقت الحلو مع الناس الكويسه دايما بيسرقنا. عايز اخيرا المتخصص الفقره دي بتاعتي نصائح سريعه لاستقامه العلاقات الشخصيه. تنصح الناس اللي بتسمعنا او الجمهور اللي بيسمعنا حاليا تسمعه بايه؟ بص والله في حاجات كتيره قوي وسهله وبسيطه جدا. يعني مثلا على سبيل المثال لو غلطت قول انا اسف. قول معلش. قول حقك عليا. كلمات بسيطة جدا وقد تكون تافهة بالنسبة لنا وسهل ان احنا نقولها، بس احنا برضو بسبب الكلام اللي احنا اتكلمناه في الفترة اللي فاتت ديت بيبقى صعب علينا ان احنا نقوله، ولكن لو اتعلمنا وبقى عندنا ثقافة ديت ان اقدر اعتذر وقت ما اغلط والطرف التاني يتقبل اعتذاري، لان في الاول وفي الاخر احنا بشر، اعتقد ان ساعتها ممكن يبقى الوضع هيبقى احسن في اي علاقة. تمام. طبعا كان معايا الفقره دي المدرب حسام الدين مصطفى المدير التنفيذي لاكاديميه توليب للتدريب والاستشارات، افادنا بمعلوماته. طبعا احنا ميعادنا من 8 ل 9 ولكن لظرف طارئ اتاخرنا النهارده على حضراتكم، ان شاء الله دايما هتلاقونا من 8 ل 9. شرفتيني ونورتيني. نطلع فاصل وانتظرونا الفقره الثانيه. انا وصلنا بحضراتكم من جديد، اكرر التحيه بحضراتكم. دايما في اي ايفنت بكون فيه او اي محاضره بقول ان كل انسان مننا عنده موهبه،
لازم كل انسان يسعى ويطرق باب واثنين وثلاثه واربعه علشان يوصل للموهبه دي. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش اي انسان من غير موهبه او من غير ابداع او من غير ابتكار. يبقى واجب علينا ان احنا ندور على الموهبه بتاعتنا. ضيفي في الفقره دي منشد شاب احمد ربيع عرفه. نورتني يا احمد. حبيبي ربنا يخليك. ايه اخبارك؟ الحمد لله بخير تمام. قبل ما اقول لك سمعنا صوتك عايز اعرف امتى وازاي عرفت ان احمد صوته حلو، احمد ممكن يكون منشد، احمد ممكن الناس تسمعه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كان في المدرسه تمام، يعني كنت بطلع في الاذاعه على طول، برضه بنشد مع اصحابي، بنشد مع نفسي في البيت، فلغايه ما اصحابي قالوا لي طور نفسك، ابدا اتدرب، ابدا اروح اماكن حفلات مش عارف ايه، لغايه ما تاخد على الجو بتاع الارشاد وكده. طيب نسمع حاجه كده نرجع نكمل كلامنا. تمام ان شاء الله في حاجه لسيدنا النبي كده نبدا. عليه الصلاه والسلام. اتفضل. لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه، اللهم صل عليه. لما تيجي سيرة النبي نبداها بالصلاة عليه، اللهم صل عليه. لما تيجي سيرة النبي لازم نصلي عليه، اللهم صل عليه. لما تيجي سيرة النبي نبداها بالصلاة عليه، اللهم صل عليه. اسم النبي اللي دعا لينا وادعوا في الجنة يصلي بينا، صلوا عليه الخير يجينا، اللهم صل عليه. صلوا على اللي هيشفع فينا لما بنصلي على نبينا، بيصلي بيها الله علينا، اللهم صل عليه. لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه، اللهم صل عليه. لما تيجي سيرة النبي نبداها بالصلاة عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. جميل يا احمد، صلى الله ربنا يزيدك. الله يسلمك حبيبي. الميزه اللي في احمد او الميزه اللي في صوت احمد انه انا بحس ان الصوت نابع من جوه، يعني صوت داخلي مش صوت مصطنع، لا ده صوت طبيعي. ربنا يزيدك يا حبيبي. حبيبي ربنا يبارك لك يا رب. عايز اعرف منك مين بيدعمك؟ مين بيشجعك؟ يعني مين بيقول لك يا احمد كمل، يا احمد انت هتوصل، يا احمد انت هتكون حاجه، بس ما توقفش عند الخطوه دي وابدا طور من نفسك عشان تاخد خطوه في سلم النجاح وخطوه في عالم تحقيق الامان. والله والاكثر اخواتي طبعا اهم حاجه، والجماعه عندي في البيت واصحابي ربنا يبارك لهم يعني. وانا برضو مصر على كده يعني، حتى لو بروح اماكن مثلا، وحتى لو انا شايف نفسي ان انا مثلا فشلت، لا بكمل تاني، لان انا بسعى في ان انا اكون مدح سيدنا النبي، فدي حاجه مش وحشه طبعا. حتى لو وقعت كذا مره لا بقوم تاني، لان انا مش بعمل حاجه حرام او حاجه غلط، فشرف الواحد انه يكون مدح سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. طيب احنا على الهوا وعايز اقول لك نصيحه. عارف ايه الفرق بين اي شخص بيحقق احلامه وشخص مش بيقدر يحقق احلامه؟ هو الاصرار. اكيد طبعا لازم يكون عندك هدف عشان تعرف تحققه. بالظبط كده. النجاح ما هو الا عباره عن مجموعه خطوات فاشله. انا النهارده اخفقت ان اوصل لحاجه معينه، بتعلم من الفشل ده خبره علشان بكره اكون اكثر وعي واكثر ادراكا عشان اوصل بصوره جيده وبارض ثابته وبمرتكز صلب الموهبه اللي انا عايزها. ده شيء اكيد طبعا. طيب سمعنا حاجه ثانيه؟ اكيد ماشي. في حاجه كده ان شاء الله برضو عن سيدنا النبي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، شاملنا كله مع بعض يعني. اتفضل. وداعا ايها الهادي، وداعا ايها العدنان، وداعا يا أبا بكر ويا عمر ويا عثمان، وداعا أيها الهادي
وداعا أيها العدنان، وداعا يا أبا بكر ويا عمر ويا عثمان، وداعا يا علي قد أضاء بوجهه الرضوان، دموع العين تعرفكم بلا رؤيا ولا لقيان، دموع العين تعرفكم بلا رؤيا ولا لقيان، يحن لذكركم قلبي، يحن لذكركم قلبي، يحن لذكركم قلبي، يحن الدم في الشريان. رضي الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين. قل لي احمد، لو في حد دلوقتي من الناس اللي بتسمعنا حاسس نفسه ان هو في بدايه الطريق او عايز يكمل او حاسس ان صوته حلو او حاسس ان هو ممكن يوصل، وكمان لو في ولي امر بيسمعنا وابنه في بدايه الموهبه، انت تنصح الناس اللي بتسمعنا حاليا بايه؟ يعني المفروض الناس يعني تعمل ايه؟ او ايه الخطوات اللي تاخدها عشان تطور من نفسها في الانشاد الديني او اي موهبه بصفه عامه؟ واولا لازم يكون عنده هدف عشان يمشي عليه، تمام، ويمشي على الخطوات نفسها، يعني حتى لو فشل برضه يرجع تاني. بس للاسف احنا كمنشدين يعني انا واصحابي برضه مش واخدين فرصتنا، كلنا مش انا بس، يعني دلوقتي الناس بتسمع المهرجانات والاغاني، فدي القدره، الناس مركزه على كده للاسف. لا بس انا عايز اقول لك حاجه، كل مجال في الدنيا ليه اودينس معين او ليه جمهور معين، فانت تحاول دايما يعني تشوف مين الجمهور بتاعك وتبدا تتارجت الجمهور ده، تبدا تستهدف الجمهور ده بتاعك، عشان الناس اللي بتسمعك هي ناس ليها خصائص معينه. اكيد من زي المهرجانات عامله نجاح في بلدنا او عامله نجاح في اي مجتمع، زي ما في الانشاد الديني ليه مريدين، وانت بتشوف الحفلات الكبيره اصحابها ما وصلوش بالسهل، اصحابها مروا بمحطات فشل كتيره جدا، لكن انت دلوقتي عندك امكانيات اكتر من المنشدين اللي سنهم كبير دلوقتي، يعني انت سنك لسه صغير واديك في برنامج تلفزيوني او اديك على قناه فضائيه، ممكن الناس الكبيره في السن اللي بتعمل حفلات ما كانتش متوفره لها الفرصه دي دلوقتي. فانا عايزك تبص دايما على الجزء المضيء في حياتك، تبص دايما على ايه المميزات الموجوده عندك دلوقتي ما كانتش عند الناس الثانيه، عشان تبدا تكون عندك قيمه مضافه وتبدا تبدع سواء في مجالك او، والكلام ده موجه لاي حد بيسمعنا حاليا، دور على نفسك جواك، دور على كلمه انسان مفهومها ومعناها معاك، دور ما تقولش انا تعبان. طيب نسمع حاجه ثانيه؟ نسمع. طيب يلا. ومن لا غير باب الله باب. طبعا. ومن لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حبيب، كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب، حليم لا يعاجل بالخطايا رحيم، رحيم غيث رحمته يصوب، فيا ملك الملوك أقل عثاري فإني عنك أن أتني الذنوب، وأمرضني الهوى لهوان حظي ولكن ليس غيرك لي طبيب، فآنس رواتي واكبت حسودا فإن النائبات لها نيوب، وآنسني بأولادي وأهلي فقد يستوحش الرجل الغريب، ولي شجن بأطفال صغار أكاد إذا ذكرتهم أذوب،
ولكني نبذت زمام أمري لمن تدبيره فينا عجيب. هو الرحمن حولي واعتصامي به وإليه مبتهلا أتيب. إلهي أنت تعلم كيف حالي، فهل يا سيدي فرج قريب؟ فيا ديان يوم الدين فرج هموما في الفؤاد لها دبيب. جميل يا احمد، ربنا يزيدك. اللهم امين يا رب. وياك. للاسف زي ما قلت في الفقره الاولى، دايما وقتنا بيمر بسرعه. طبعا كنت اتمنى ان اكون مع حضراتكم اكتر من كده، ولكن للاسف وقتنا انتهى. بشكرك يا احمد، ربنا نورتني، واتمنى ان انا اشوفك مره تانية بنجاح اكبر ووصول اكبر ان شاء الله باذن الله. اخر رساله للناس اللي بتسمعنا حاليا، برنامج طبيب الاسنان والاذهان هو اول برنامج في مدينه الانتاج الاعلامي، هيكون باذن الله منصه لاي شاب، منصه لاي موهبه شبابيه شايف عنده نفس القدره. اي حد شايف انه عنده نفس قصه نجاح عايز يتفضل يحكيها، شايف نفسه نموذج يقتدى به، نموذج يحتذى به، دايما هنكون معاكم ودايما هنكون السند والدعم ليكم بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى. كل عليكم تتواصلوا معانا على هاشتاج طبيب الاسنان والاذهان على جميع منصات التواصل الاجتماعي، تويتر وانستجرام وفيسبوك، وكمان على رقمنا اللي هيظهر قدام حضراتكم على الشاشه دلوقتي. دمتم موفقين، ودمتم ناجحين، ودمتم للخير محبين، ودمتم من اصحاب الهمم واصحاب الطاقه الايجابيه. اشوفكم الاسبوع اللي جاي الخميس من 8 ل 9. إلى اللقاء.